باش تحس هشام اول شي شد بلاصتو نعم سيدي في الطياره بغي ياكل اكبر حبه اويو كيضرب مسمن في المطار طلع هي طلعت هي طلعت هي اكبر مصاصه في العالم وين وين هو ذاك الموتور قداش هشام بغى يتزوج في المطار اول تجربه ديال هشام في الطياره وتجلاو لينا الحقائب ما تقولش هي المنتخب بغى يلعب في هذه السخونيه اوكي السلام عليكم زازلوس افرداس مرحبا بكم في قناه العزاوي فاميلي فيديو جديد ومغامره جديده ويلي 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 عرفتوا علاش فلوق ومغامره لان هشام اول مره غيجرب يركب طياره فراسك من الزهر اللي عنده غيجرب جوج طيارات ويلي ويلي جوج مرات غنمشيو من هنا من اكادير حتى لكازا حتى لكازا ومن كازا عاوتاني حتى الكوت ديفوار جوج طيارات غنشاركوا معكم كل شيء هذه الاجواء وما عندنا واحد 4 السوايع في المطار ديال كازا غتكون اسكال اذا غتكون زاهيه ومبلبلا كما العاده يلا ليتس جو يا وين راه غير انا وهشام اللي مسافر فين غاديين كاملين كل شيء داخلين المطار سير سير قالوا لكم دخلوا سير سير يونس ما تخليهمش اخويا يدخلوا غيشوهوني لداخل هشام هادو راه غيشوهونا في المطار على الاولى دازوا السيكان في ذاك الرادار وما فيهم حتى شي حاجه بعدا الحمد لله الحمد لله ما جيبش معاه الممنوعات مازال غادي تقلبوا اخوتي راه غير الدخله ديال المطار باي 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 تهلاو فراسكم ما غاديش نتوحشكم غنتهنى منكم باي باي صافي سيروا خرجوا وخرجوا من المطار ما مسافرين ما والو دخل باي باي يلا سيروا ما بغاوش يمشيو ها السلام دابا غنشدوا الصف باش نقطعوا الفيديو ديالنا عاوتاني انت متحمس للطياره ها انتم كما كتشوفوا مكتوبه تما كازا بلانكا فراسك هشام واحد القضيه شنو هي عبرنا السيكل الكبار ايه هادو اللي غنطلعوا معنا الطياره ما عبرناهمش ايه شحال خاص يكون فيهم خاصي ما يفوتوش 10 كيلو ولكن محال واش فيتي لا 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 هذا الكبير هذا من اللي عبرناه في الفيديو الفايت شحال لقينا فيه 10 10 كيلو هذا تكون فيه شي 5 بحال هكاك بحال هكاك فيه المسمن والبطبوطه خوتي فيه الحرشه ويلي ويلي فيه السقاطه يا ربي يا ربي نتوما يا رب سكت سكت ما تسمعوناش تشيري المهم من بعد ما شدينا البيي ديال الطياره والمعلومات وغتجلس حدايا وكذا دابا غنمشيو لمراقبه الجوازات يشوفوا الباسبور ديالنا والصالح يشوفوا واش ديالك اصلا ولا سارقه ولا شي حاجه غنعطيكم واحد المعلومه على الخفيف الناس اللي ما عمرها ركبت الطياره المهم الاشياء الممنوعه بحال هكا شي حاجه فيها الغاز شي اله حاده زيت العود ولا شي حاجه عندك دي مطرقه صافي ها انتم فهمتوا يلا دابا غنحطوا الكراتب ديالنا غيدوزوا في السكانير المهم اخوتي سالينا كاع المراحل الامنيه وقلبونا مزيان داكشي كلشي داز بخير دابا جينا لهاد البلاصه اللي هي كتوقف فيها الطياره اللي غتدينا متحمس هشام باغي يشوف شي طياره راه تقد هاد الطياره اللي غتدينا لكازا تكون صغيره وغتكون هذيك اللي غتدينا لكوت ديفوار كبر منها غتعيش جوج ديال التجارب دابا عندنا ساعتين عاد تجي الطياره عرفتي اش غنديروا؟ اش غنديروا؟ غنشربوا هاد العواصر والقصي ويلي 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 دوزناهم ولا حيت قال لك ممنوع طلعهم للطياره شنو غنديروا حنايا؟ نشربوهم دابا باش ما يضيعوش بلاتي هذاك الشيء ما تقصيهش علاش؟ هذاك الشيء ولا نديو معنا للطياره راه قال لك غير القراعي القراعي هما اللي ممنوع خلينا ناكل شويه اصاحبي يلا ضرب شي وحده عرفتي ما دير غادي نقصيو ونديروا شي جوله في المطار زوينه وحتى فاش نمشيو عاوتاني لكازا نديروا جوله في المطار ديال كازا المهم هادشي كامل خصنا نشربوه دابا خوتي اول حاجه غادي نوريكم في المطار هي هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا كيجلسوا فيها المسافرين وكيكون مقابل معاهم الباب فين غادي تجي الطياره ويطلعوا ليها نيشان عرفتي واحد القضيه هشام شنو باغا المنحاض حاشاكم وعزكم الله ديال المطار كتشهد نعس فيه تجلس ترتاح فيه سمع سمع واحد العاصفه غتوقع دابا واحد جوج هذا راه صوت ديال الطياره ويلي عاد تسمع الصوت ديال الطياره غيهرب ليك اصلا ويلي هشام اخوتي عجباتو هاد السيده والصوت ديالها اللي كتهضر دابا في المطار ماشي بحال دوك ديال المرجان لا ماشي بحال ديال المرجان هادو حنان فهمتي
صوت زوين. بغينا نديرو جولة، لقيت راسي في جوج ديال الخطوات ساليت المطار كامل. علاش؟ حيت ها هو هادشي اللي كتشوفوا قدامكم هو اللي كاين. صافي. في ديك الجهة مطاعم راه هما الأصدقاء أيه. كتشوفوهم ديال المأكولات اللي غالير بزاف. وكاين هنا محلات ديال الملابس، وكاين واحد المحل فيه داكشي ديال الأكسسوار. ولكن داكشي ديال الأكسسوار ديال المغرب. يعني لك أنت ماشي مغربي. عندنا ما نديرو به. هادشي اللي كاين هنا صافي. هاد الجليسة هادي ديال الكافي، الناس اللي بغات تضرب قهوة ولا تشرب شي عصير. والعصير اللي عندنا حنايا راه غيضيع أصاحبي. نمشيو نشربوه. نمشيو نشربوا العصير ها هو. غنخلطوا هنا بزاف ها هو. أخوتي تسطى. ناري مشات علينا الطيارة هشام. ودوني معاكم. وهشام مشات علينا الطيارة. شوف الأصدقاء، هشام شاف هادي راها صغيرة مقارنة مع ديك اللي نركبوا فيها. وصدمات وشوف شوف هما الناس طالعين وحنا كنتفرجوا فيهم. واش باقي شي وحدة كبيرة؟ لا لا ما كايناش كبر منا، كاينة الدوبل ديالها. اللي كتكون كتسنى قدام الباب ديالك وكتجي النوبه ديال الطياره ديالك نعم اسيدي كيكون واحد الصف طويل بحال هذا شفت شحال ديال الناس كيتسناو هذا الصف هذا كتوقف ملي كتجي للباب كتعطيهم عاوتاني الباسبور كيشوفوه البيي كذا كتمشي تجلس بلاصه ايما الاصدقاء دابا راه النوبه ديالنا كما كتشوفوا الناس شادين صف وسي هشام خلى لي الحوايج وفين مشى نعم اسيدي مشى حاشاكم وعزكم الله للطواليت راي الطواليت فين كاينه هشام اخوتي بكثره الخلعه قال لي ما نقدرش نطلع الا ما مشيت للطواليت قلت لك هشام الله يسلمك العاده واش تحيدات شويه الخلعه تحيدات تخلطوا لك العرار مع شيري يلا هز نعم اسيدي الكرطاب ديالك وشد الصف مع الناس حيت دابا النوبه ديالنا دابا غتركب الطياره اصدقاء هشام غيسالي اخر مرحله في المطار باش يخرج نعم اسيدي للبلاصه اللي فيها الطيارات شو الطيارات قداش شوف الطيارات اخوتي تبارك الله قداش مع هذا الجو ديال الغروب هيا ديك اللي كنا كنشوفو مورا الجاج الله اش بان لك يا هشام نمشي نقيسهم ندير هاكا نمشي تقيس الطياره انت راه غتركب وسطها شا تقيس واش تمسطي ممنوع مالك شدك الرعده ما بغيتش نزيد لقدام ها هي اللحظه الحاسمه جينا حدا الطياره اخوتي والله تحرك سربي راه حنا اللي بقينا الناس كلشي طلعوا ما يمكنش شوف قداش كتبان الطياره مع وجهك مع راسك راه كبيره تبارك الله حيد من تما حيد يا 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 عاوتاني شي بزاف عاوتاني هشام ما يمكنش شوف هو ذاك الموتور قداش شوف هو الموتور قداش هشام شوف اش غنطلعوا ايه والله شوف شوف دابا ملي كتطلع ليها عاد كتبان لك انها كبيره اه هشام اخوتي ما يمكنش شوف القدام ديالها شوف القدام ها هو مي البيلوت مي البيلوت ها هو داك اللي خاطب كاع البنات ديال المغرب ها هو ها هو شتي ها كنهضروا مع شي وحده ديك الساعه قبل ما نتجوج طب لي البيلوت هذا طب لي البيلوت شوف 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 اخوتي شوف 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 واش في راسك عندك الزهر علاش جيتي حدا الشرجم ولكن الليل ما غتشوف والو لا غنشوف غنشوف غتشوف اش غتشوف اما خوتي من قبيله مضارب مع هاد الصنطه ما عرفش يسدها مولف انت غير الصنطه ديال الطوموبيل ديالك ما بغيتش داك الشيء الصنطه ديال الطوموبيل ديال الطياره كيداش بلاتي غتجي هذيك المضيفه وتوريك بحال اش تركبوا السماطي فهمتي وشوف شوف جينا حدا المخرج ديال الطوارئ شوف مورك واو ست الصنطه ديال الطياره داكشي مشكل هما الاصدقاء كلشي شد بلاصتو نعم اسيدي في الطياره مبلبلها غير انا وهشام بوحدنا كلشي الناس داخلين سوق راسهم كالمين هشام الزهق كاين شي خلعه ولا والو كاينه شويه وبلاتي ملي غتقلع وتشوف الخلعه ديال بصح شوف غير الناس راه داخلين سوق راسهم ما تشويناش صافي ما تخافش صافي يا ربي هيا السيده كترحب بك كتقول لك طريق السلامه وكذا الله يشوف الاجواء من هنا هشام ما رديتيش البال الطياره راجعه مصريان اييه شكرا رجع الله شوف بلاتي نقول لك واحد الحاجه شنو الا قدر الله طحنا في البحر يا ربي سلامه فهمتي أيه. بحال اش تربط هذاك الشيء العيبات ديال الغرق فهمتي باش ما تغرقش انت اصلا ما تغرقش انت سباح ماهر يهزك الماء لا تغليط فهمتي يهزك الماء هشام كيشوف الطياره راجعه اللور ما فهم والو شي غادي مارشاليان ويا غادي نطيروا على اللور وانت منيت كي راك كنشوفهم كيديروا واحد البيلوت هربان فهمتي وجد راسه اصدقاء جينا حدا الجناح ديال الطياره هشام كيبان كبير كاين شي خلعه ولا والو لا لا مرتاح مرتاح مكسير يا الطياره سمعتي الصوت ديال الموتور دابا ها السرعه اخوتي شوف 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 تبارك الله السرعه باش غادا دابا راه ما يمكنش كانت غادا بشويه هيا كسيرات حيت دابا واحد شويه يطلع هيا طلعت هيا طلعت هيا متسويناش والناس نعسوا هيا طارت ما يمكنش
شوف 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 اخوتي كي طلعنا الله غادي هشام غادي عند الشمس عشير مالك كضحك شداتك الخلعه شوف 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 المدينه كي كتبان شوف اكادير كي كتبان عرفتي ما يمكنش اخوتي شعلة منظر شعلة منظر شعلة منظر كتشوف المدينة من الفوق الله شوف حنا الشادة اخوتي مالك هشام مالك شي بحال شمالت ولا دير هاك والبيلوط والبيلوط ار ما يمكنش واو اخوتي شعلة منظر شعلة منظر شو الديور واو 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 ناري 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 ترى ما يمكنش شو 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 شعلة ديكور من الفوق اكثر حاجه مرعبه شنو هي الصوت ياك الصوت مجهد شعلة منظر الاصدقاء وصلنا مدينه الدار البيضاء تقريبا اقل من ساعه ديال المكانه شوف شوف شعلة ديكور شوف يا سلام شنو دابا من الطياره اللي نزلنا منها غنركبوا هاد الطوبيس هذا من الطياره للطوبيس الطوبيس ديال المطار طلع وصلنا للمطار ديال الدار البيضاء بطبيعه الحال وخصنا نطلعوا من هاد الطريق حيت كما كتقراو مكتوبه تما مواصله الرحلات الدوليه يعني حنايا خارجين المغرب اذا خصنا نطلعوا مع هاد الدروس باش نمشيو نعيشوا الاجواء في المطار ديال كازا ومن بعد عاوتاني نركبوا الطياره فين غادي الكوت ديفوار غادي للسنغال نضرب وصلنا نوض نضرب وصلنا غطيحه مسخوط قول لي واحد الحاجه كي جاتك بعد الطياره الاولى صراحه احساس سواع ياك مسكين وعاوتاني فاش بغى يهبط والرويد تحت منا كيبقى يدير المهم عجبتك التجربه الاول غنشوفوا عاوتاني كي غتكون تجربه ثانيه وانا كنتخيل غنتلاقاو مع مغاربه غادي يشجعوا ونزهاو معاهم لقيناهم مزيان ما لقيناهمش حنا نزهاو حنا غنزهاو راسنا فراسنا اشوف مزيان لا نغلطوا في الطياره كاين قال لك هنايا تيرمينال 1 تيرمينال 2 وهنايا ا بي او اف ما عرفتش داكشي شنو عندنا حنايا تما في البي عندنا تيرمينال 1 متاكد ها هي كازا بلانكا وانا عندي تيرمينال 2 اويلي ها هي مكتوبه 2 الله الحمق وها هي 2 2 عندك حتى انت 2 شتيها اويلي شتي كون ديت عليك انت غتحمقني ها لا هذيك 2 في كادير اويلي هذا مالو هذه ديال كازا الثانيه واحد اصاحبي المهم راه واحد وجوج راه كاين علينا اول فرق بان ليا هو غير البلاصه ديال انتظار المسافرين الطياره ديالهم ما عرفتش كيسميوها كبيره ديال بصح راه كبيره كندور انا وهشام باقي ما لقيناش بلاصتنا وراه عرفتي كتبان عرفتي موراك قداش كيبان راه ما يمكنش كاين المساحه الضوء ديال هادي شي ثلاثه المرات ولا اربعه اخوتي يعني بزاف ديال الابواب كيتسناو فيها كي دابا تابعين غير هاد البلايك الحرف اللي خصنا نمشيو ليه هو اف ها انت ملي خصنا ندوزو شوف شحال مازال طواله وي غنتلفوا هنا في المطار الصاد شوف غادي تلفوا بحالنا كاينه لهيها واحد السهم ديريكت ياك السما طالع السما مكتوبه فيه او 8 هذا فيه اف 1 اف 8 حتى هو السما فهمتي السما هذاك طالع السما غادي ها واحد عاوتاني مكتوبه فيه هنا اف 1 اف 2 راه هما لهي عاوتاني اف 3 وحده اللي ما كايناش شنو هي اف 4 اللي ديالنا حنا فين هي السلام عليكم بلاصه كوت ديفوار هنا بلاصه اي عاوتاني على السبع وي ما يمكنش هربان ياك اسد الاطلس اسد الاطلس عرفتي اخوتي دليلي طاي ديالو راه ما يمكنش شي حاجه الاخر شوفوا الشعر تبارك الله كي داير كي صار عينه شوف الشعر هذا الزغب زعما ديال السبع كيفاش صار عينه وهاد لي ديطاي ترى ما يمكنش شو الديل ديالو كي غادي وفي الاخر داير هاد الديكور هذا ترى ما يمكنش هربان ما حنا غادي نشجعوا اسد الاطلس عاوتاني وكتلاقاو مع هاد السبع لا منع اللمس هشام اخيرا لقينا البوابه ديالنا خوتي غنصان زغرت اف 4 اف 3 كما كتشوفوا غير هو بالنسبه للطياره ديالنا راه ما غادي تقلع حتى الوحده ديال الليل ودابا 8 ونص عندنا تقريبا شي 4 ولا 5 6 السوايع من ساعه راه خصنا نزهاو هنا في المطار ونصوروا لكم الاجواء ونتعشاو قبل ما تجي الطياره وزهيه ايلو معايا الاصدقاء كون كان معايا يونس اول حاجه غيبغي اكبر مصاصه في العالم شوف واه شحال هربانه دابا هادي وسطها بزاف ديال المصاصات ولا الحلويات ما يمكنش هاد المحل فيه شي حوايج اللي واعرين اخوتي اول مره نشوفهم اكبر مصاصه في العالم وين نقدر نقول عليها العالم ديال كيندر ياك دايرين لهم هنا فين يلعبوا هنا سيدي والملاهي المهم كاع الانواع ديال الشوكولاتات كيندر اخوتي كاينين هنايا
هذاك دابا اكبر بيضات كاين درشه في يونس في حياته. غير حماق ما مسافرش معانا اخوتي. اش بان لكم ناخذوها ليه؟ ديوها خليت تنكونوا راجعين فهمتي. غير حطونا عاوتاني في المطار. شوف شو الحصاله كيجمعوا فيها الفلوس وغيكونوا فيه هدايا. ترى داك الشيء هربان الاصدقاء عاوتاني عرفتي. كون جات معايا ابتسام اكثر حاجه تحمقها هي الشكلاط. هنا شي انواع ديال الشكلاط ما عمري شفتهم في حياتي حتى انا. هاد الملك هادي وانتم عارفين كناخذوا السقاطه في التحديات. شوف هادي الستيل ديالها كي داير بسكوي. شوف عاوتاني هاد اوريو ميني اوريو ولكن بزاف ديال ميني اوريوات. كل شيء 100 قطعه هنايا ديال ميني اوريو. بلاتي جيت تشوف عاوتاني باقي. شوف اوريو بالشكلاط كي داير. ترى ما يمكنش انا تهيتهم هاد الشكلاط. تشوفوا ابتسام تعوج. شوف شنو لقى اوريو. اكبر حبه اوريو. واو غيكون فيها بزاف ديال اوريو. غادشي هربانه. اوريو وحده هذه. اوريو وحده. اوريو وحده هذه راه كتكال. كول كول. لا هشام لا ما تشوهناش. بغى ياكل اكبر حبه اوريو. او سلام على رسول الله. هشام بغى يتزوج في المطار صافي جايه. ولكن شوف العروسه ما كايناش حداك غير بابا نويل. ما تقولش لي غنتزوج بابا نويل. لا صافي حشومه كنت حشم. حنا رجال الحمد لله. هذا الشيء ماشي ديالنا. ولكن اخوتي كما كتشوف اجواء هنا هربانه عاوتاني. الاحتفالات وكذا الهدايا. افتح الهدايا خذ اللي بغيتي. لا لا هشام داك الشيء ديكور ضروري انت تشوهنا. شوف خشي راسك نشوف بحال اش غيبان مع دوك الجني ماشي بابا نويل. هاك خشي راسك تما نشوف. سير سير. كضرب مسمن في المطار. قلتها لكم الوالده نفعتنا بهذا المسمن. زايا. ومشينا اخوتي لقينا بتيبانه دايره 50 درهم. ايه واحده اخرى فيها غير شويه الفرماج فيها دايره 60 درهم. ها انت شوف شحال جايبين معنا حنا ديال بتيبان. شوف شوف تعجن ولكن قادي غرض. اتكال اتكال. نديرو شويه ديال الطاقه اخوتي. هذا بلان زوين. لقينا دايرين هاد العيبات في المطار كامل. كتحط فيهم تليفون يتشارجا وحنا كنشارجيو اخوتي الباور بانك اللي خدينا. راه بدلنا داك اللي كان عندنا. الناس اللي شافوا الفيديو اللي قبل جبنا هذا 30000 ملي امبير. هذاك 20 قليل. هنا عندنا هشام العام سيدي كيشارجي الميتشان باش يتفرج فيهم. شنو كيشارجي هذاك الشيء ديال افريقيا والمغرب. هذا الشيء كامل غنتفرجوا فيه في الطياره. لا انا شارجيت افلام عشيري. المهم دابا شحال تقريبا الساعه تما العشرة. العشرة وخمسة دقائق. ايه باقي ثلاثة السوايع. باقي ثلاثة السوايع الأصدقاء. يا نيس. عرفتوما بقات لينا تقريبا ثلاثة السوايع. عييت وكنقلبوا غير على شي حاجة نتلهاو فيها. شوية وأنا نقرا هاد البلاكة أشنو مكتوب فيها. فلاي هوتيل يعني فندق ديال المطار وحدها ركن الانترنت. ويلي ويلي ويلي. شي بلاصة تكونيكتا فيها. تبعني تبعني. يلا امشي يلا يلا. نعيش الأجواء ونشوفوا هاد الهوتيل ديال ديالاش ديال المطار. ديال المطار. شوفوا واش هذا المسرح ديالو. واو تيبان هربان عشيه الخميسه والعيد. شوفوا الاثمين الاثمين. سينجل 35. اش عطيتش ليا 35 اورو. شحال؟ 350 درهم الواحد. ويلا كنا دوبل جوج 45 400 9000 ريال باش نتكونيكتاو الناس. الله يجعلني نبقى فايخ. يلا نمشيو. كنا كندورو وقلنا نشوفوا الرحله ديالنا واش غطلع هنايا. حتى لقيناها اصلا بالله بدلوها كاينه في الاسانك ماشي الاف كات. الاف كات السيد في الاول صيفطنا للبلاصه اللي كاينه مكتوب فيها الاف كات. ودابا ها هي ابيجان اخوتي تبان لكم بدلوها الاسانك. يلا غنمشيو الاسانك. هلا هذا ثاني كان الهي. المهم اخوتي شدنا الجوع وبغينا نقصوا في المطار. لقينا راسنا خلصنا بالاورو. لاباس علينا حنا. درتي لاباس. اش من لاباس. صرفنا اخوتي 1000 درهم. شحال عطاتنا ديال الاورو؟ عطاتنا 90 اورو. ما كاملاش 100. ما كاملاش 100. ما بغيناش نصرفوا بزاف. صرفنا كيما شفتوا غير 90 اورو. غنديوها معنا تما ومن بعد ديك الساعه نصرفوا. دابا اختار اختار المشروب. اختار كل واحد فينا يختار المشروب اللي غيشرب مع الانيس العزاوي. والله بان لي بداك شفت فيك العيا هشام. شوف انا ياخذ لي هاواي. هاواي نعم سيدي. اي 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 انت شنو تاخذ هشام؟ انا ناخذ سبرايت. سبرايت كيما العاده. المهم راه ما جيناش وجلسنا. راه درنا المطار كامل لقينا ارخص بلاصه هي هذه. شوف كاين عندهم الشاورما مع الفريت 10 اورو وطاكوس عاوتاني مع الفريت حتى هو 10 اورو ولا البرجر 9 اورو وكتختار المشروب اللي بغيتي. وشوف عطينا 30 اورو ولا ما عرفتش شحال عطيناها وردت لنا الصرف بالاورو حتى هو. ويلي ويلي اورو كل وحده 2 اورو. دابا هذه 20 درهم. ويلي اه 20 درهم غاليه. شوفوا هاد الطاكوس اخوتي ميكس اللي خدينا كي داير. سير 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 سير. ويلي 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 ويلي.
فيه ما يدار فيه ما يدار هذا الا ضربناه وتابعنا غير 4 سوايع ديال الطياره هانيه هي هذيك سوس ما نحتاجوش مازال نقسم شي حاجه ومع الفريت نعم سيدي اولي صوص اي 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 صراحه هشام شويه بشويه عليك تشوهنا واش عرفتي بشحال شاريين داك الطاكوس اللي كتعض فيه هكاك شحال 100 درهم و120 درهم حيت راه هادو بجوج خلصنا 240 اح قلبي اذا هذاك الطاكوس حيت داير 120 خصك كل عضه تعطيها حقها فهمتي هكاك عض بشويه راه الطاكوس غالي اخيرا بعد عناء طويل كما كتشوفوا اخوتي اخر صف بقى لنا وغادي نتحركوا عييتي 4 سوايع وانت في المطار فشلوا لي الركابي فراسك اللي كيبقى 6 سوايع 8 سوايع حنا 4 سوايع وعينا وانت شوف هذيك كبر من ديك اللي ركبنا فيها ياك انا 4 المرات المهم اخوتي هذه الطياره الاخرى اللي ركبوا فيها ركبنا في الاولى وهذه الثانيه وغادي ان شاء الله نسدو الطريق للكوت ديفوار والله باش تعرفوها كبيره راه النص طلع شوف شحال من واحد اخوتي مازال شاد الصف باش يطلع طوبيس جوج طوبيسات اللي جاوا بحال هادي هاد المره ما غتجلسش حدايا بعدوك عليا كيفاش الله اعلم شوف حتى نشوفوا شكون حداك نحصرو صافي نقول لي خلي لي بلاصه انا راه عندي بلاصه حدا الشرجم انا نعطيها له ويعطيني هاد الوسطانيه انت حدا الشرجم وهاد الطياره قبل ما تقلع نزلوا هاد التلفيزات اللي فيهم كما كتشوفوا تعليمات ومن بعد ما قلعات حطوا لينا الماكله اللي كانت عباره عن خبزه مع واحد الكيكه ديال الشكلاط عامره بالزبيب والوجبه كتختار يا اما الدجاج يا اما اللحم انا اختاريت اخوتي سباكيتي ديال الدجاج واللي صراحه كانت بنينه حاره شويه ولكن ناضيه والفرماج وهنايا في الطريق كامله اخوتي الدراري اللي كانوا جالسين حدايا جبدوا هاد الطابليت كبيره وبدينا كنقصروا فيها البارسيشي الاصدقاء يلا وصلنا للكوت ديفوار المطار ديال ابيجون لقينا بالله ضروري تيقول لك ما يمكنلكش تدخل الا ما كنتيش داير الفاكسان الا ما كنتيش داير واحد تلقيح ضد مرض الحمى الصفراء فهمتوا ودابا هنايا واحد المختبر ديالهم كاين في المطار غادي ندكو ديك البره عاد غادي نقدو ندخلو راه البلاصه ديال الباسبوراج ما خلاوناش ندوزو ليها المهم حنا كنا باغيين ندكو هاد البره في المغرب ولكن قلنا راه واقيلا ماشي ضروري صدقات ضروريه والضو باش تحس هشام قاصحه ياك والله الا قاصحه ولكن مهمه للصحه ديالنا اهم حاجه غنوليو بخير ثانك يو ميرسي بوكو ميرسي بوكو وليتي كتخلط عطيك لونجلي تفهم مزيان تفهم مزيان وعلى سلامتنا كانت هذه اخر مرحله وحنا دخلنا دابا للكوت ديفوار خوتي هذه هي الكناش اللي عطاونا ديال وزاره الصحه ديالهم تحت وريهم هذاك يعني اننا لقحنا بالنسبه للثمن خلصنا 20 اورو بجوجنا 22 اورو يعني نفس الثمن اللي كيديروا مع الناس كاملين ما كيغشوا ما والو وكما كتشوف دابا طابعين لنا لمده 10 سنين عندنا الفاكسان ديال حمى الصفراء 10 سنين شنو البلان غادي نهزوا الباكاج ديالنا ماشي هنا ماشي هنا راهو خارج لهيه هذا راه ديال عباد الله هادشي راه محطوط ما عرفتش داير من دقيقه شحال وحنا واقفين وكاين واحد المسار اللي فيه شنطات بحال الدوده كيدور من الصباح باقي ما بانوش الحوايج ديالنا ما عارف فين هما ودابا غير تخيلها اولا واش تحمق راه ما يمكنش المعاناه صاحبي لا ولا ولا الاصدقاء كنتسناو دابا دوك جوج كراطب ديالنا يبانوا العار بانوا مزيان ما بانوش فيها خير شحال وحنا كنتسناو واش 30 دقيقه وحنا كنتسناو ما يمكنش شوف راه ماشي غير بوحدنا شوف شحال ديال الناس تسناو البواز ديالهم وكيتسناو الحقائب ديالهم ما بانوش فراسك الناس اللي معنا في الطياره اغلبهم مشاو لذاك البيرو راه هو باش يسولوا على الباكاج ديالهم حيت يمكن تهز مشى لشي بلاصه اخرى ولا شي بلان مشاو يسولوا واه حتى انا نمشي يكونوا تعطلنا على واد الفاكسان فاش كنا ديك الوقيته اللي تعطلنا ولكن راه فاش جينا دابا ناس كانوا معنا في الطياره حتى هما ما لقاوش ما دخلوش كاع الفاكسان جد الحاله العذاب ناري ما يمكنش اخوتي اول تجربه ديال هشام في الطياره وتجلاو لينا الحقائب حتى راه مشكله ديال بصح وراكم عارفين كيقولوها اسوء تجربه ممكن تعيش اخوتي وهي انه يتجداو لك الحقائب في المطار كتعذب ديال بصح خصوصا الا كنتي خارج المغرب ولا خارج البلاد ديالك ها هو هشام اخوتي في هذاك البيرو اللي مكتوبه فيه سيرفيس باجاج يعني خدمات ديال الحقائب وداك الشيء كيدير الشكايه مع دوك الناس باش نشوفوا فين مشاو الحقائب ديالنا اخوتي خوت القضيه بدات كتحماض تخيلوا معايا كاع اللي معنا في الطياره كل واحد فيهم ناقصه شي حاجه شوفوا دابا الصف ديال الناس اللي ناقصين ليهم الحقائب ديالهم شحال ولا شوفوا من لهيا فين كاين هشام راه هو كان من الاولين
شوف دابا كلشي الناس اللي كانوا كيتسناو حتى هما راه ما وصلوش الحقائب ديالهم حتى هما راه كيتسناو. مشكل ديال بصح اخوتي ومشكل كبير هذا. المهم الاصدقاء دابا شادين النوبه كما كتشوف كيخص ضروري يكون عندك البيي ديالك والباسبور باش دير ريكلاماسيون على اساس شنو تجلى لك وتوصف لهم داكشي اللي تجلى لك وسير تقضي غرضاتك يمكن نهار يومين ثلاث ايام عادي يقولوا لك راه رجعنا الباكاج. والمشكل ماشي ديالي عاوتاني انا بوحدي، شو هاد الناس كاملين عندهم نفس المشكل دابا اللي شادين الصف كما كتشوفوا حتى هما ما كاينش الباكاج ديالهم وبقينا هنا. شي دابا الاصدقاء حنا في البيرو كنريكلاميو وهاد الورقه هي الوحيده اللي كيسولوك عليها، فيها السميه والكنيه والنوع ديال الباكاج ومنين جا والوزن ديالو وكلشي، وحيت بحالها لاصقه حتى في الصاك ديالنا. عليك شي حاجه وكتجي تريكلامي كيقولوا لك ديك الحاجه شمن النوع، قول لنا الرقم ديالها. حنا هذا هو الرقم ديال الصاك ديال تريب 29. دورة ماشي غير السكان اللي كيتجلاو، كاين بزاف ديال الحوايج حتى هما كيتجلاو، بحال مثلا بوسيت ديال الدراري الصغار، تريبيا، تخوتينيت، تلفازة تجلات ليك، خصك تجبد الرقم ديالها هنايا باش تقربهم للمعلومة أكثر. المهم راه كيقولوا لنا غدا ورجعوا. المهم الخوت خصنا نساليو هذا الفيديو واحد الأمور حتى الآن بخير وعلى خير. دابا عطاونا هاد الورقة هادي وقالوا لنا غترجعوا من دابا 24 ساعة. غير اللي بغيت نقول لكم هو هاد المشكل راه ما وقعش لينا غير حنايا دابا حاليا في هاد المطار هذا، وهذا الشيء كيقول لك راه ماشي المشكل ديالهم، المشكل ديال رويال اير ماروك ديال خطوط الملكية المغربية. شنو قال لك اسيدي؟ هاد البواز هادو تخيلوا معايا راه ماشي ديال هاد الناس اللي واقفين دابا، هاد الباليزات كامل وهادو اللي كتشوفوا راه ديال الناس جاوا البارح وما جاوش معاهم البواز ديالهم، وحتى هما قالوا لهم رجعوا غدا ولا بعد غدا تجيبوهم. والاغلبيه هنايا غايب شي سان بيدرو ما غاديش يبقى هنايا في ابيجون يمشي باش زعما يسيبورتي المنتخب، يلقى راسو خصو يمشي وخصو يرجع ولا شد اوتيل. المهم داروا لنا مشكل ديال بصح. ايوه بغيت غير تنفس. علاش اخويا هشام؟ عرفتوا اخوتي ما قدرناش دابا بالكلمات نوصفوا لكم شحال سخون الحال، حيت اخوتي راه 6 الصباح هادي وسخون الحال ومزموت. وتخيل معايا المنتخب غير يلعب في هاد الشمس هادي وفي هاد الطنطينه. هادي ماشي سخونيه، هادي الرطوبه السيري ديال بصح حتى راه ما يمكنش. قتوله. المهم اخوتي شوف شوف المطار من على برا مزوقين ومقادين وداك الشيء الالاعيب عاوتاني محتفلين بكاس افريقيا. دابا اش قالوا لنا في المطار؟ تسناو حتى الغدا. اذا حنا نمشيو نعيشوا الحياه ونعيشوا مغامرات في الكوت ديفوار. المهم اخوتي تسناو كما قلت مغامرات وفيديوهات جديده في الكوت ديفوار ان شاء الله، وما يكون غير الخير، يكون على الخير ياك هشام. ان شاء الله. يلا ما تنساوش ديروا لايك، اشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس باش يوصلكم شدي. والمنتخب غيلعب في هاد السخونيه.